تحية رياضية طيبة وأهلا وسهلا بالجميع بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج سبورزي اللي عم تتابعوه كل نهار جمعة الساعة 7:30 على قناة مسايا، تقديم محمد هاشم وإخراج نادر حشاش. أخبارنا لهالأسبوع عديدة ومتنوعة، كان مبارح عنا كلاسيكو، بدنا نحكي شوي عن الكلاسيكو، كان في عنا ترتيب البطولات الأوروبية، الأرسنال عم يبتعد، الإنتر عم يخسر، بايرن ميونخ ودورتموند عم يتصارعوا، باريس سان جيرمان عم يحسم ديربي فرنسا، الأنصار أصبح قريب جدا من حسم الدوري في حال فوزوا على النجمة، وغيرها كثير من هالأخبار. كل هالأخبار والتفاصيل بتتابعوها بعد قليل بعد البريك، خليكم معنا. حاليا مثل العادي حنبلش على السريع بالدوري اللبناني مع الترتيب قبل مرحلتين من الختام، بدنا نستعرض ترتيب السداسية الهبوط وسداسية البطولة. بسداسية البطولة الأنصار بعده عم يتصدر مع 32 نقطة، العاهد الثاني 30 نقطة، النجمة الثالث 28 نقطة، الساحر الرابع معه 20 نقطة، البرج خامس 18 نقطة، الغازية بالمركز السادس معه 6 نقط بعد ما أحرز ولا نقطة بهيدي المربع بهذه الثلاثية. بالنسبة للبطولة أنا برأيي مباراة النجمة والأنصار حتحدد كتير قصص، في حال فوز الأنصار أو التعادل الأنصار حيكون كتير قريب من الفوز بالبطولة ما حيفرق، أما في حال النجمة فاز والعهد فاز فالأوراق كلها حتنخلط بالمرحلة الأخيرة، خصوصا أن النجمة بالمباراة الأخيرة حتكون من قدام الغازية والأنصار حيواجه العهد بمباراة حتكون كمة، هون حتصير حظوظ الفرق كلها متكافئة للظفر بالبطولة. خلينا نشوف مباراة نهار الأحد يلي حتكون الساعة 5 على ملعب جولي، على أمل أن المباراة تنتهي دون أي مشاكل دون أي صراعات والتحكيم يوصل لبر الأمان. أما بالنسبة لترتيب سداسية الهبوط، التضامن أول مع 21 نقطة، طرابلس معه 17 نقطة، الحكمة 15 نقطة، الصفا معه 14 نقطة، السلام 13 نقطة، والأخاء بالمركز الأخير معه 12 نقطة. كمان البطولة الثلاثية الهبوط كمان حامية، لنشوف على أمل أن الفرق الأقوى هي اللي تبقى. هيدا بالنسبة لكل شيء خاصه بكرة القدم اللبنانية، مثل ما الكل بيعرف المنتخب اللبناني بكرة السلة كان عم بيخد تصفي النفس الأخيرة من التأهل لكأس العالم وضامن التأهل، كان عم يتعرض لخسارتين لا بيقدموا لا يخلوا، المنتخب اللبناني كان عم بيغيب عنه العديد من اللاعبين والنجوم بسبب الراحة والإصابة، وكنا عم نلعب بلا مجنس، في كتير لعيبة اكتسبوا الخبرة، هي كانت أهم شيء المشاركة. الفرق الـ 32 تأهلوا لكأس العالم اللي حيصير بشهر 8، على أمل إنه منتخباتنا العربية خصوصا المنتخب اللبناني ومنتخب الأردني، منتخب الأردني اللي تأهل عن جدارة يكون لهم كلمة بكأس العالم، وإن شاء الله نحن وياهم منروح لبعيد. بناخد بريك تاني ونرجع نحكي عن الكؤوس، نفتح صفحة الكؤوس الأوروبية والبطولات. عودة مجددا للقسم الثاني برنامج سكورزي، لنحكي هلا عن كأس انجلترا. اول شيء حنستعرض النتائج اللي صارت. ستوك سيتي كان عم بيخسر من برايتون 1-0، ليدز كان عم يخسر من بلاك بيرن كمان 2-1، فولهام كان عم بيفوز على ليدز 2-0، بريستول كان عم يخسر من مانشستر سيتي 3-0، ساوثهامبتون كان عم يخسر بنتيجة مفاجأة من غرينسبي بنتيجة 1-2، عفوا بيرلي كان عم بيفوز 1-0 على فيلسفود، مانشستر يونايتد كان عم بيقلب تأخره وعم بيفوز على وستهام بنتيجة 3-1، شيفيلد يونايتد كان عم يخرج توتنهام وكان عم بيفوز عليه بنتيجة 1-0. بالنسبة لمباريات الدور ربع نهائي، مانشستر سيتي بيلعب مع بيرلي، مانشستر يونايتد بيلعب مع فولهام، برايتون بيلعب مع غرينسبي، وشيفيلد يونايتد بيلعب مع بلاكبيرن. هذا بالنسبة لكأس إنجلترا. ننتقل هلا لكأس إسبانيا. أوساسونا كان عم بيفوز على أتلتيكو، أوساسونا كان عم يربح 1-0 على أتلتيكو بالواو، وبمباراة القمة ريال مدريد على أرضه بالسانتياغو برنابيو كان عم يخسر 1-0 من برشلونة. ريال مدريد بهيدي المباراة كان عم يستحوذ، كان عم يسيطر، كان عم بيضيع الفرص، ولكن ريال مدريد بهيدي المباراة كان عم يفتقد للاعب الهداف، لاعب اللي بيقدر يترجم الفرص لأهداف. ريال مدريد امبارح فينيسيوس ما كان بالمستوى المطلوب منه، حتى كريم بنزيما رعون كبيره، الفريق كان عم بيسيطر، كان عم ياخذ طابه، وسط الملعب ريال مدريد كان
متميز، ولكن الهجوم المهاجمين ما قدروا يترجموا هيدا الشيء. حتى دخول رودريجو بالشوط الثاني ما قدم ولا اخر. برشلونه بالشوط الاول عرف كيف يسرق هدف عن طريق فرانكيسي. برشلونه كان غايب عنه العديد من اللعيبه وابرز نجومه مثل ديمبلي وليفاندومسكي والبيدري وغيرهم كثير من اللعيبه، ولكن ما تاثر برشلونه. بدنا نذكر انه بعد في عنا مباراه اياب الاسبوع القادم، هيدي المباراه الاياب حتحدد الفريق اللي حيتاهل. وانا من عندي بقول لكم ما فيش انتهى، ريال مدريد بمباراه الاياب ممكن يعمل ريمونتادا، وبرشلونه بمباراه الاياب ممكن يطلع بنتيجه كبيره. كل شيء وارد، لانه بالكلاسيكو الارقام كلها بتسقط، الحسابات كلها بتسقط. الفريق اللي بيلعب احسن او الفريق اللي بيعرف يسير المباراه هو اللي ممكن يكسب، مثل ما شفنا امبارح برشلونه سجل هدف قدر يحافظ عليه. ريال مدريد الحظ كان عم يوقف ضده، ما كان عم يسقفه. رعونه بنزيما، رعونه فينيسيوس اثر كثير. في نقطه مهمه حابب احكيها عن ريال مدريد. ريال مدريد لعيبه مثل لوكا مودريتش وتوني كروس وكارفاخال وكريم بنزيما، وهول اللعيبه تشبعوا بطولات، صاروا يعني احرزوا كل شيء. بعد في الدوري اللبناني يمكن ما احرزوه هول اللعيبه. فالفريق بحاجه لتجديد، بحاجه لضخ دماء جديده لحتى يكون في لعيبه عم تلعب للروح، لانه هو اللعيبه سقط من عندهم الحافز. يعني ما في بطوله الا ما ريال مدريد اخذها، ما في بطوله الا مودريتش اخذها، توني كروس كذلك الامر، كريم بنزيما كذلك الامر. يعني اوكي في فينيسيوس وفي رودريجو وفي كامافينجا وفي تشاوميني وفالفيردي، هو اللعيبه مستقبل الريال وما حدا قال غير هيك، ولكن الفريق بحاجه للوكا مودريتش ثاني، لتوني كروس ثاني على الاظهره، اظهره ريال مدريد دون المستوى. يعني كارفاخال عم يلعب بس ليلعب. ناتشو كذلك الامر، يعني شفنا كامافينجا بس رجع لعب على الشمال، غير شوي من تكتيك اللعب. فريال مدريد الموسم القادم بحاجه لاظهره من العيار الثقيل، من العيار القويه، وبحاجه للاعب او لاعبين وسط كبار مثل بيرينغهام او مثل باريلا لحتى يقدروا يكملوا. والمهاجم كمان كريم بنزيما اللي عمله لريال ما حدا بيعطيه، ولكن العمر بده يلعب دور. اما بالنسبه لبرشلونه وتشافي، برشلونه انا برايي للسنوات القادمه، يعني بعد سنتين او ثلاثه، ماشيين على السكه الصحيحه. الفريق عم يبلش يغير الجلده، فريق راح من عنده ميسي وراح من عنده قبل نيمار وتشافي وانيستا وبويولو وغيرهم. طبيعي الفريق يمرق بنكسات، مره فوق مره تحت، مره فوق مره تحت، لحتى يقدر يعمل فريق يقدر ينافس. انا بشوف برشلونه اذا بضل ماشي بهيدي الطريقه، ماشي على الطريق الصحيح، ماشي مصبوط. مع مين حضرتك؟ هلا برشلونه ريال بحب احضر كونه انه ماتش حلو، لاني بحب الفوتبول، بس بميل شوي للريال. انت مع مين اليوم؟ انا عم بتفرج على الحياد اليوم، انا اصلا قلبيا شوي مع برشلونه. هاي، انت مع مين اليوم؟ انا مع برشلونه، على طول مع برشلونه. شو بتتوقع النتائج تكون؟ اكيد برشلونه بدها تربح ان شاء الله اليوم. هذا بالنسبة للكلاسيكو، على أمل الأسبوع الجاي تكون مباراة حامية كمان، والفريق الأفضل هو اللي يكسب. أما بالنسبة لكأس فرنسا، ليون كان عم بيفوز على غرنبل 2-0، نون كان عم بيفوز على لونس بنتيجة 2-1، تولوز كان عم بيفوز 6-1 على فريق لونداز. أونيس كان عم يعمل مفاجأة وكان عم بيفوز على مارسيليا بركلات الترجيح بنتيجة 7-6. هيدي بالنسبة للكؤوس اللي صارت. بريك صغير، نرجع على القسم الأخير لنفتح صفحة البطولات الأوروبية اللي صارت حامية. عودة مجددا للقسم الأخير من برنامج سكورزي، وعلى السريع بدنا نحكي عن الترتيب الدوري الإنجليزي. بهذا الأسبوع أرسنال كان عم يبتعد أكثر بالصدارة. بهذا الاسبوع بدنا نبارك قبل لمانشستر يونايتد اللي كان عم يحرز كاس كاراباو بعد فوزه على نيوكاسل بنتيجه 2-0. مانشستر يونايتد احرز بكره القاب مع مدربه الجديد تيم هانك. ترتيب الدوري الانجليزي، الارسنال معه 60 نقطه، مانشستر سيتي 55 نقطه، يعني الفرق رجع 5 نقاط، لانه ارسنال كان عنده مباراه مؤجله وكان عم بيفوز فيها على ايفرتون بسهوله. بالمركز الثالث مانشستر يونايتد 49 نقطه، عنده مباراه مؤجله. توتنهام بالمركز الرابع معه 45 نقطة، الخامس نيوكاسل معه 41 نقطة، السادس ليفربول يلي اقترب قليلا معه 39 نقطة، ليفربول يلي عم بيحاول يقترب أكثر ليدخل دوري الأبطال، المنافسة على دوري الأبطال حتكون بالمركز الثالث والرابع، حتكون بين اليونايتد والتوتنهام ونيوكاسل وليفربول، مع انه انا بشوف اليونايتد قريب جدا من حجز المركز الثالث اذا بضل يلعب هيك. بالمركز السابع عندنا فولهام مع 39 نقطه،
وتشيلسي فريق الاموال، فريق اللي ما خلى لعب الا ما جابه، اكثر فريق بالعالم دفع مصاري بالانتقالات الشتويه والانتقالات الصيفيه، بعد ما عم يعرف يحقق انتصارات، معه بس 31 نقطه. تشيلسي اذا بيضل هيك ممكن ما نشوفه باي بطوله الموسم القادم، خساره صراحه ما نشوف فريق مثل تشيلسي باي بطوله، وهذا الشيء حيأثر اكيد على اللعيبه، لانه في كثير لعيبه الموسم القادم اذا تشيلسي ما فات على اي بطوله ما حيقبلوا يلعبوا معه. منطير على اسبانيا وترتيب الدوري الاسباني. بهذا الاسبوع برشلونه كان عم يتعرض لخساره مفاجئه امام الميريا بنتيجه 1-0، وريال مدريد بالكلاسيكو كان بالديربي كان عم يتعادل 1-1 مع اتلتيكو مدريد. برشلونه معه 59 نقطه اول، الثاني ريال مدريد 52 نقطه، الفارق 7 نقط مشاهدينا. بعد في مباراه بعد في كلاسيكو، بعد في مباراه بيناتهم، في حال ريال مدريد فاز حتنخلط الاوراق. الارجحيه لبرشلونه لانه برشلونه ما عنده شامبيونز ليج، ريال مدريد اذا تاهل بالشامبيونز ليج حيكون عليه ضغط اكثر. بس ريال مدريد بالشامبيونز ليج مثل ما الكل بيعرف معودنا على انه يروح لبعيد. بالمركز الثالث ريال سوسيداد مع 43 نقطه، الرابع اتلتيكو مدريد مع 42 نقطه، الخامس بيتيس مع 40 نقطه، والسادس رايو فاليكانو مع 34 نقطه. اما بالكالشيو الدوري الايطالي، الانتر عم يتعرض لخساره مفاجئه من بولونيا بنتيجه 1-0. الانتر يعني عم بيمر بمستوى مهزوز بعد فوزه على بورتو 1-0، عم يخسر من بولونيا دون اي تبرير من انزاجي. انزاجي يلي صراحه كثير عم بخبص بالتشكيله، انزاجي ما عم يعطي دعم للفريق، ما عم يعطي شبوبه، ما عم يعطي الروح للفريق. الفريق صراحه عم يلعب بلا روح، عم يلعب بلا نظام، استحواذ على الطابه. الانتر بالمركز الاخير بالمراوغات بالدوري الايطالي، ما عم بيكون في هيدا اللاعب اللي بيقدر يراوغ، مع انه الانتر يمتلك عناصر بتخليه يكون منافس على الدوري. خلينا نستعرض الترتيب، نابولي عم بيحلق بالصداره مع 65 نقطه، الثاني الانتر 47 نقطه، الثالث ميلان 47 نقطه، ميلان يلي عم بيرجع يستعيد توازنه، الرابع لاتسيو معه 45 نقطه، الخامس روما يلي خسر من كريمونيزي 2-1 بمفاجأة 44 نقطة، السادس أتلانتا يلي خسر من الميلان مع 41 نقطة، والسابع جوفنتوس يلي شوي اقترب كان عم يحسم ديربي تورينو على تورينو بنتيجة 4-2 معه 35 نقطة. جوفنتوس مثل ما الكل بيعرف كان عم يتأثر بال 15 نقطة يلي خصموها عليه. هلا بننتقل للليغ ان فرنسا، الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان كان عم يحسم بالديربي وكان عم يفوز بسهوله على مارسيليا وعم يبتعد بالصداره. باريس سان جيرمان معه 60 نقطه، مارسيليا بالمركز الثاني 52 نقطه، الثالث موناكو معه كمان 50 نقطه، الرابع لونس معه 50 نقطه، الخامس رين معه 46 نقطه، السادس ليل معه 44 نقطه، واليون بالمركز التاسع معه 38 نقطه. اليون يلي بيتكاس فرنسا عم بيقدم مباريات منيحه، حتى بالدوري بده يحاول يعني يحتل المراكز الستة الأولى أو السبعة لحتى يفوت على أي بطولة أوروبية. بنختم استعراضنا للبطولات مع الدوري الألماني. الدوري الألماني بايرن ميونخ كان عم بيفوز بسهولة على يونيون برلين بنتيجة 3-0، ودورتموند كان عم بيفوز كمان 1-0. هلا الترتيب، بايرن ميونخ مع 46 نقطة، دورتموند 46 نقطة، المنافسة رجعت بيناتهم، الثالث يونيون برلين 43 نقطة، الرابع لايبزيغ مع 42 نقطة، والخامس فرايبورغ مع 41 نقطة، والسادس فرانكفورت مع 38 نقطة. اما بالنسبه لابرز مباريات الاسبوع القادم، حنبلش اول شيء بالمانيا. الدورتموند اليوم الساعه 9:30 بيلعب مع لايبزيغ، ونهار السبت بكره شتوتغارت بيلعب مع بايرن ميونخ بمباراه حلوه. اما بالنسبه للدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان بيلعب مع نونت، واليوم بيلعب مع لوريان، وريال بيلعب مع مارسيليا. بانجلترا مانشستر سيتي بمباراه قمه بيلعب مع نيوكاسل، ارسنال بمباراه سهله بيلعب مع بورنموث، تشيلسي الجريح بيلعب مع ليدز يونايتد، ولفرهامبتون بيلعب مع توتنهام. بمباراه القمه ليفربول بيستقبل مانشستر يونايتد بمباراه عنوانها اكون او لا اكون، باكثر فريقين بانجلترا ويمكن بالعالم بيكرهوا بعض، مانشستر يونايتد وليفربول. بالكالشيو نابولي بيلعب مع لاتسيو اليوم الساعه 10:15 بمباراه حلوه، فيورنتينا بيلعب مع ميلان بمباراة قوية، انتر بيلعب مع تشيلسي بمباراة سهلة على الورق، وروما بيلعب مع جوفنتوس بمباراة كمان قوية. يعني بالدوري الايطالي عندنا مباريات حلوة. باسبانيا اتلتيكو مدريد بيلعب مع اشبيليا السبت، برشلونة الاحد بيلعب مع فالنسيا، لاحظوا منهم مباريتين حلوين، وكمان ريال باتيس كمان فريق قوي بيلعب مع ريال مدريد. يعني عندنا هالاسبوع عندنا مباريات رائعة. اما بامجد البطولات، بطولة دوري ابطال اوروبا، فعندنا الثلاثة والاربعة عندنا مباريات.
بنفيكا بيلعب مع بروج، بنفيكا بمباراة الذهاب كان عم بيفوز 2-0 وبعتقد بنفيكا ما حيواجه صعوبة للتأهل. بمباراة تانية تشيلسي بيستضيف دورتموند، دورتموند بمباراة الذهاب كان عم بيفوز 1-0، تشيلسي حاليا رح يلعب على ارضه بستامفورد بريدج وبحاجة لحتى يقدر يفوز لحتى يتأهل. بمباراة نهار الأربعاء توتنهام بملعبه الجديد بيلعب مع الميلان، الميلان بمباراة الذهاب كان عم بيفوز 1-0، توتنهام كمان بده يحاول العودة. وبمباراة تانية بايرن ميونخ بيستضيف باريس سان جيرمان، بمباراة بايرن ميونخ كان عم بيفوز بالبارك دي برانس على باريس سان جيرمان 1-0، هلا لنشوف البايرن ميونخ بالاليانز ارينا شو حيعمل. حظوظ الباير أكبر من حظوظ باريس سان جيرمان بالعبور للدور القادم. هيدي على السريع كانت أبرز الأخبار يلي كانت. نرجع أنا بلتقي فيكم بفقرات جديدة وحلقة جديدة من سكورزي الأسبوع القادم. كان معكم على التقديم محمد هاشم، على الإخراج نادر حشاش. إلى اللقاء.